بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، عشاق كره السله في كل مكان، عشاق الكره البرتقاليه، عشاق الفانيلا الحمراء، مشاهدي قناه الاهلي، دكتور وائل ابو العزم احييكم، حيث يسعدني ان انقل لحضراتكم الوصف والتعليق على مباراه كره السله بين فريقي الاهلي والشمس في اطار الدوره المجمعه لنهائيات منطقه القاهره لكره السلة لموسم 23-24. بيمثل الأهلي ميرال أشرف، نادين السلعاوي، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، هنا حتحوت، جودي الجهري، تمارا نادر السيد، حبيبة محمد، بيكو، يارا أسامة، جيدة خالد، والإدارة الفنية، الكابتن طارق خيري مديرا فنيا، ومعاك كابتن كريم عبد المنعم والكابتن علياء محمود، محلل الأداء كابتن أكرم الشرباجي، ومعاه ومدير اداري كابتن ماجد المسلمي، اداري كابتن نجاح ربيع، والطبيبه دكتوره مروه الحسيني، وعلاج طبيعي دكتوره ياسمين الكيلاني، معد نفسي دكتوره مي القاضي، لياقه بدنيه كابتن محمد عبد العزيز، ومدلكه كابتن ايمان جمال. اما نادي الشمس بيمثله داليا منصور، فرح حسام، ياسمين علاء، شادو عبد الحكم، ايه مجدي، زينه اكرم، شذا عبد الحكم، نورهان حامد، فرح احمد، يسر طارق، نادين ايهاب، ندى محمد، والاداره الفنيه الكابتن تبارك عبد الرحمن، ومعاك كابتن محمد سلام وكابتن حسن غريب، ومعد بدني كابتن محمد صفوت، محلل اداء كابتن ياسر عبد الله، واداري كابتن ايفيت محمد، وطبيب دكتور الاء عبد الرحمن. يحكم لقاء اليوم الكابتن وليد عوض والكابتن محمود جمال والكابتن سامع عبد المحسن، وراقب المباراه الكابتن محمد الورداني. على الطاولة ريم عماد، محمود إبراهيم، حسام عبد المنعم، إيهاب عثمان. بدأ اللقاء، الأهلي 6 الشمس 2، والكرة مع رضوى بتصوب، رضوى بتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 8 الأهلي 2 الشمس. الكرة مع الشمس، زينة أكرم بتلعبها ناحية الشمال لشادو عبد الحكم، لآية مجدي، آية مجدي بتحاول تعدي آية وبتقفل عليها رضوى، وداخل آية، وخطأ شخصي، الكابتن وليد عوض بيحتسب خطأ شخصي قبل التصويب، هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. يعني بص حضراتكم كده، هو احتسب هنا والكرة لسه على الأرض قبل التصويب، فبالتالي ما احتسبش النقطتين وتبقى أوت سايد لصالح الشمس. زينة هتطلع الكرة تلعبها لشادو، شادو بتحاول تعدي وبتصوب تصويبه، بتدخل الحلقه وتخرج تاني، تروح على طول لتمارا نادر، تمارا تسيب الكوره ليارا، يارا لرضوى، رضوى بتحاول تعدي من ناحيه اليمين، تقف على كورتها، تلعبها ليارا، تطلعها بره وتصويبه سن الحلقه من بيكو، تروح الكوره خارج الملعب اوت سايد على النادي الاهلي. آية مجدي بتطلع الكرة تلعبها لزينة أكرم، زينة بتقفل عليها رضوى، تسيب الكرة لآية، آية بتحاول تعدي وداخل آية وبتصوب، وخطأ شخصي بيحتسب الكابتن محمود جمال، هيستوجب رميتين حرتين، رميتين حرتين لصالح آية مجدي من الشمس. هتصوب الرمية الحرة الأولى، ما تنجحش في التسجيل، هتصوب الرمية الحرة الثانية، بتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية، ترفع النتيجة 3 الشمس 8 الأهلي. رضوى بتعدي، رضوى بتشاور لزميلاتها كده برقم الخطة اللي هيلعبوا بيها، لفريدة تحت الباسكت ليارا، على طول بتسجل نقطتين ترفع النتيجة 10 الأهلي 3 الشمس. زينة أكرم، سيارة على طول استقبلت الكرة وطلعت صوبت وسجلت نقطتين 10 3. آية مجدي بتسقط الكرة تحت الباسكت، تطلع تاني بره من فرح أحمد خارج الملعب أوت سايد لصالح النادي الأهلي من ملعب الشمس، يعني بزمن هجمه 14 ثانيه. طالما في نقل للحيازه من المنطقه الاماميه نتيجه مخالفه او خطا، يبقى بزمن هجمه 14 ثانيه.
ومحاولة على الباسكت لتمارا وخطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. سيارة بتسقط لتمارا، تمارا ايه وداخلة وطلع، وفعلا خطأ شخصي على آية مجدي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب تمارا الرمية الحرة الأولى، ما تنجحش في التسجيل. هتصوب الرمية الحرة الثانية وتنجح في التسجيل، ترفع النتيجة 11 الأهلي 3 الشمس. زينة أكرم بتعدي من ناحية الشمال، زينة بتنزل على نص الملعب، تقفل عليها تمارا تلعبها ناحية الشمال لشذا، وشذا تلعب ناحية اليمين، ولكن كابتن سما عبد المحسن بتحتسب أوتسايد عليها، بتقول لمست الخط وهي بتستلم الكرة. رضوى تطلع الكرة تلعبها لفريدة وائل لرضوى تاني الناحية التانية، تروح ليارا، ويارا لتمارا، وتطلع على طول تمارا تسجل نقطتين ترفع نتيجة 13-3. زينة أكرم، زينة ماشية بالكرة داخلة آية، تروح الكرة للنادي الأهلي، تاخدها رضوى تلعبها ناحية اليمين، تعكس الملعب على طول لدينا ليارا، ويارا داخلة على الباسكت ولكن بتخرج منها الكرة خارج الملعب أوتسايد. أوتسايد للشمس، هتطلع الكرة زينة أكرم، زينة لشذا، لزينة تاني، بتعدي نص الملعب من ناحية الشمال وبتصوب تصويبة ثلاثية لزينة أكرم، أول ثلاثية ترفع النتيجة 6 الشمس 13 الأهلي، وترد عليها بتصويبة ولكن تروح تاني للأهلي وفريدة. يا سلام يا فريدة على طول ليارا اللي بتطلع تسجل نقطتين ترفع النتيجة 15-6. خمس دقايق على نهاية أحداث الفترة الأولى، 15 الأهلي 6 الشمس، والكرة مع الشمس، شذا وبتصوب شذا في سن الحلقة، تروح على طول الكرة لرضوى، ورضوى وداخلة رضوى تلعبها على طول ليارا، ليارا لفريدة وتصويبة ثلاثية، ثلاثية لا دي كانت دينا، ثلاثية. هنشوف تاني مع بعض اهو، دينا عمرو كابتن فريق النادي الأهلي، وتصويبة ولا أحلى، ثلاثية رائعة. ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن تبارك عبد الرحمن المدير الفني للشمس. 18 الأهلي 6 الشمس. نتابع كده مع حضراتكم المدير الفنيين هيقولوا ايه. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه النادي الاهلي، واللاعبات هتنزل ارض الملعب. 18 الاهلي 6 الشمس، 4 دقائق 38 ثانيه على نهايه احداث الفتره الاولى. قبل هذا اللقاء انتهى لقاء الجزيره ومصر التامين بفوز الجزيره 66-45، وبكره إن شاء الله هيبقى فيه لقاءين، الشمس واليوبلس والأهلي والجزيرة، اللي هيتذاع قناة الأهلي هتذاعها لحضراتكم، واللي هينقلها لحضراتكم الزميل المميز الكابتن أحمد مناع. الكرة مع الشمس، بتسقط الكرة لشادو، شادو لفرح، تاخدها آية مجدي بتحاول تعدي، قافلة عليها دينا، واوت سايد، بتخبط الكرة
تدينا وتخرج خارج الملعب اوت سايد. شاذ عبد الحكم من الشمس تلعبها لايه مجدي، مقفول عليها مش عارفه تعدي، وفعلا بينجح دفاع الاهلي انه يجمد هجمه الشمس، بينهي زمن الهجمه بدون فاعليه، وهنا ما بيبقى الدفاع قوي بيمنع المهاجم ان هو يدخل على الحلقه او يسجل او يحاول حتى يصوب على الحلقه. دينا تلعبها لتمارا ناحيه الشمال، وتمارا داخله تلعبها بره رضوى وتصويبه ثلاثيه، رضوى ثلاثيه، رضوى محمد ترفع نتيجه ل 21-6. والكره مع شادو، شادو تلعبها لفرح، فرح ترجع الكره لنص الملعب لشاذة، ليه فرح تاني اللي بتصوب وبتسجل ثلاثيه ترفع النتيجه 9 الشمس 21 الاهلي. هبص حضراتكم تصويبه مرتاحه خالص بتصوب وبتسجل ثلاثيه. خطا شخصي لصالح النادي الاهلي ونقطتين، ورميه حره اضافيه لصالح رضوى، وفي تغيير. لا دينا بتتكلم مع الكابتن علياء، ولكن في تغيير كان في الشمس، نزلت نورهان حامد وهنشوف خرج مكانها مين. بتنجح رضوى انها تسجل الرميه الحره 22-9. الكره مع زينه تلعبها لفرح، فرح لآية مجدي، آية ناحيه اليمين لزينه، زينه مقفول عليها من رضوى لآية مجدي تاني، وفي صفاره وقرار من الكابتن وليد بيحتسب خطأ الشخصي على دينا. هتطلع الكره، تروح الكره على طول لزينه اكرم، زينه تعكس الملعب لشادو، شادو بتحاول تعدي تلعبها بره لفرح، بتسقط لها الكوره وخد طفيه، وبينجح الاهلي لتاني مره انه يجمد هجمه الشمس. الكوره مع دينا، دينا رياره، رضوى، رضوى تسيب الكوره لفريده، وتحت الباسكت لياره واخده مكان حلو قوي، بتاخد الكوره وتطلع تسجلها ترفع النتيجه ل 24-9. حضراتكم اهي في غفله من الدفاع وتطلع تسجل على طول نقطتين ترفع نتيجه ل 24-9. اوت سايد لصالح الشمس، نورهان هتطلع الكوره تلعبها لفرح، فرح لزينه قافله عليها رضوى، بتحاول تعدي منها تعمل سويتش كده هي وياره، تروح الناحيه الثانيه الكوره ومحاولة للتسجيل من آية مجدي، وترد لها الكرة على طول فرح تسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 11 الشمس 24 الأهلي. باصة طويلة لفريدة لتمارة، ودخلة تمارة على الباسكت تلعبها بره لدينا لرضوى، ورضوى لفريدة اللي بتصوب ثلاثية، فريدة، فريدة وائل ثلاثية 29-11. وحضراتكم ثلاثيه ولا اروع، واخده الارج بتاعها والقوس بتاعها وطالعه ونازله. آية مجدي بتعدي آية، وقدرت انها توسع لنفسها ولكن ما تنجحش في التسجيل، تخبط الكوره في ايد يارا وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح الشمس. وبما انها لمست الحلقه بيتجدد زمن الهجمه ل 14 ثانيه. بتخرج شادو وبتنزل ياسمين علاء من الشمس، والكرة مع فرح، وتصويبه تخبط في سن الحلقه من زينه وخارج الملعب اوت سايد. فريده هتطلع الكوره، رضوى
وخمسين ثانية على نهاية الفترة الأولى. رضوى لتمارة وتصويبة من تمارة بتخبط في الحلقة من جوه وترد، تاخدها يارا، ويارا لدينا، ودينا تطلعها بره تاني لتمارة، وتصويبة في سن الحلقة وتلحقها، ما تلحقهاش دينا وتخرج خارج الملعب. اوت سايد، اوت سايد لصالح الشمس. هتطلع الكرة ياسمين علاء، ياسمين وتخبط الكرة في دينا وتخرج خارج الملعب. اوت سايد لصالح الشمس. ياسمين هتطلع الكرة تلعبها لنورهان، ودخول على الباسكت من آية، تسقط الكرة لشذا اللي بتحاول على الباسكت، ولا فرح بتحاول على الباسكت، تاخد خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. داخلة ايه، بتسقط لفرح تحت الحلقة وهي طالعة، بيحتسب لها خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الثانية، تنجح في التسجيل، ترفع نتيجة ل 12-29. رضوى ويارا، يا سلام يا رضوى، يا سلام يا يارا، داخلة على طول مخترق الدفاعات، وبتنتهي أحداث الفترة الأولى بتقدم الأهلي 31-12 الشمس. نسمع كده الاثنين مدربين هيقولوا ايه، ونرجع تاني لحضراتكم مع احداث الفترة التانية. لحظات وهنبدا مع حضراتكم احداث الفتره الثانيه وتعليمات كابتن تبارك للاعبات الشمس، تعليمات الكابتن طارق خيري لاعبات الاهلي، ولحظات وهنبدا مع حضراتكم الفتره الثانيه من اللقاء. وبدات لاعبات الشمس في النزول لارض الملعب، مرال اشرف، هنشوف كده مين اللي هينزل من الاهلي. الشمس فرح حسام وايه مجدي ونادين موجوده في الاهلي، ومرال هتطلع الكوره ايه مجدي، آية لفرح حسام، فرح لآية، وآية تلعب الكرة لفرح لنورهان، بتسقطها لفرح، تاخدها فرح طلعها بره لفرح حسام اللي بتصوب خارج الملعب اوت سايد. بيكو موجودة في الملعب، وجايدة خالد، ومخالفة إدخال الكرة، هنشوف هي كده، لا هي وقفت الكابتن سما، وقفت الكوره اثناء ادخالها عشان في ميه او نقط عرق موجوده في ارض الملعب، عشان كده جايده وهي بتدخل الكوره وقفت.
الكرة مع الاهلي بيكو، ليه ميرال اشرف بيلعبها لنادين، وبيكو وداخله بيكو وبتصوب وبتسجل، ترفع النتيجه ل 33 وتاخد رميه حره اضافيه. هتصوب الرميه الحره الاضافيه، ما تنجحش في التسجيل، وتلم الكوره نورهان تلعبها لفرح، فرح بتعدي نص الملعب ناحيه اليمين لياسمين، لنورهان تاني لآية مجدي، وآية بتسقط الكوره لفرح، وفرح بشمالها بتطلع وتسجل نقطتين ترفع النتيجه 14 الشمس 33 الاهلي. بيكو نادين وتصويبه ثلاثيه ثلاثيه نادين السلعاوي، ترفع نتيجه ل 36 14. فرح حسام تلعبها لياسمين، نورهان لآية مجدي، آية بتحاول تعدي تلعبها ناحيه اليمين لنورهان لآية تاني، وآية تطلعها بره ولكن تلحقها نورهان، ولكن بتنتهي زمن الهجمه بتنتهي زمن الهجمه دون فاعليه. شوف ثلاثيه نادين، رائعه التصويبه والثلاثيات من الحاجات اللي بتمتع الجماهير. بيكو وتصويبه، بيكو في سن الحلقه من فوق ترد على طول للشمس، تاخدها فرح حسام، فرح بتقفل عليها جيده، بتحاول تعدي منها، توقف على كورتها تلعبها لفرح لياسمين، وداخله وتصويبه في سن الحلقه تروح لفرح، فرح لشذا لياسمين علاء، وياسمين بتحاول تعدي تلعبها بره الفرح، وتصويبه بعيد على الحلقه تلمها بيكو، وباصه على طول لميرال، وتحت الباسكت ليه تتقطع الكوره تروح لشذا، ياسمين علاء شايف كده وجود الجاري موجوده في الملعب، وتصويبه من شذا عبد الحكم، تروح الكره لنادين، ونادين بتروح ناحيه اليمين بتوسع لنفسها تلعبها لجودي، جودي الجيده، وجيده داخله وفي سن الحلقه من فوق وبتحاول تاخد منها الكره جودي، ولكن تروح الكره لفرح، فرح بتعدي الزون مفتوح وداخله وبتصوب ما تنجحش في التسجيل، تلم الكره نادين تلعبها لميرال، مرال بتهدي كده مستنيه زميلتها تلعبها لجايده، وجايده بتلف وتعملها خطافيه بايديها اليمين، بتخلي جسمها بينها وبين الديفنس، وبايديها اليمين خطافيه بتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 38 14. ايه مجدي وخطا شخصي لصالح ايه، كابتن محمود جمال بيحتسبه على جايده خالد، هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. في تغيير بتنزل نادين ايهاب من الشمس، وبتخرج ايه مجدي، ياسمين علاء بتخلص الكره تطلعها بره لنادين، وتصويبه تخبط في الحلقه من فوق وترد من ياسمين علاء، تروح لجايده وطلع لها نادين، وداخله جايده وتصويبه وبتسجل على طول جودي الجوري نقطتين ترفع النتيجه 40 14. 6 دقائق على نهايه احداث الفتره الثانيه والشوط الاول، 40 الاهلي 14 الشمس، والكوره مع فرح حسام، وفرح تلعبها لفرح احمد وتطلع الكوره بره لنادين اللي بتصوب،
وتخبط في دفاعات الاهلي خارج الملعب اوت سايد. وجايده سقطت الكره على طول اهي لجودي، وجودي بتطلع واقفه بعيد عن الديفنس، تطلع على طول تسجل نقطتين 40-14. ياسمين علاء داخله، ياسمين داخله، ياسمين وتصوب، ياسمين بعيد عن الحلقه، تلم الكره فرح احمد وتحاول، ولكن اوت سايد، بتخبط الكره في شاذة عبد الحكم وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. في تغيير، بتنزل شادو عبد الحكم في الشمس وبتخرج فرح حسام. والكره مع بيكو، بيكو لجودي تلحقها وتلعب الكره على طول لجايده، وجايده طالعه على الباسكت ولكن في سن الحلقه، تروح الكره لشذا عبد الحكم، شذا لياسمين علاء، ياسمين ناحيه الشمال لفرح لشادو، شذا عبد الحكم وتصويبه في سن الحلقه، وبتنزل ثلاثيه للشمس 17-40. الكرة مع بيكو، هات وخد مع جودي، تلعبها المرال، مرال لنادين وتصويبة في سن الحلقة من فوق، ترد على طول للشمس، شادو عبد الحكم، بتعدي شادو، تلعبها ناحية الشمال لشذا، وبتصوب شذا وتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 19-40. بيكو بتعدي، بيكو تلعبها لنادين، وداخل لنادين وخد طفيه عكسيه ولكن تاخد خطا شخصي هيستوجب رميتين حرتين. تصويبه شذا تخبط في الحلقه واللوحه وتنزل تسجل ثلاثيه. يمكن قبل اللقاء كنت في حوار كده مع الكابتن تبارك عبد الرحمن مدرب الشمس، فبيقول لي ان الفرقه كل عناصرها او معظم عناصرها محدثه، وان في مجموعه ناشئات فيها وبيحاول يغير كده وجه الفرقه عما كانت عليه. والكره مع بيكو، وداخله بيكو، لقت الزون مفتوح تلعبها بره، و ترجع تاني وتصويبة قصيرة تروح على طول للشمس، تاخد الكرة داليا منصور تلعبها لشادو عبد الحكم، ياسمين علاء لشذا، شذا هات وخد، تعكس الملعب لياسمين، وداخل ياسمين طلع الكرة برة تاني وتصويبة ثلاثية، ثلاثية ترفع نتيجة 23-41 نادين إيهاب. يعني بنقول له يا كابتن تبارك عنده عناصر تبشر بالخير. والكرة مع الأهلي، جيدة بتدخل، جيدة تسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 43-23. نادين شادو تلعبها لياسمين، وتصويبه من ياسمين في سن الحلقه، ترجع الكره تاني لداليا، سقط الكره لشذا، وشذا بتصود تروح الكره للاهلي، هنا تلعبها لمرال لنادين لهنا، وتصويبة ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة لنادي شمس. ياسمين علاء، شادو بتعدي، شادو تقف على كرتها
سقط الكرة لداليا منصور وتصوب داليا منصور وتسجل نقطتين. يعني 25، وانا هنا شاكك في سكور الاهلي ان هو 43، ولكن هنشوف كده لو جت الكاميرا على اللوحة الرئيسية هنظبط مع بعض. الكرة مع نادين. نادين لجيدة. لميرال وتصويبة سن الحلقة. واوت سايد لصالح الشمس. بالفعل 43 25. بنشكر الكنترول روم والاخراج المتميز في قناة الاهلي. شادو. بتعدي شادو عبد الحكم تلعبها لشاذة. شاذة لنادين. وشاذة بتصوب قصيرة ولكن بتلمها حلوة قوي. بتلمها ياسمين علاء وبتعمل خطافية عكسية، والكرة الحلوة دايما بتفرض نفسها علينا. لمتها وعلى طول خطافية عكسية بتسجل نقطتين 27-43. سرعة على الكرة وتلم الكرة ميرال وتسجل برضو نفس الكلام، بنقول لها برافو يا ميرال، بتسجل الكرة وخطافية عكسية. و 45 الاهلي 27 الشمس. بتنتهي احداث الفترة الثانية والشوط الاول. اعزائي المشاهدين والمتابعين مشاهدي قناة الاهلي، بتقدم الاهلي 45-27 الشمس. استراحة قصيرة ونعود لحضراتكم مع لمتابعة الشوط الثاني. كان معكم دكتور وائل ابو العزم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء عشاق كرة السلة في كل مكان، مشاهدي قناة الأهلي، عودة إلى الصالة المغطاة بالنادي الأهلي ومباراة الأهلي والشمس. أحداث الشوط الثاني بفترتها الثالثة والرابعة. انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي 45-27، وبدأ الفترة الثالثة النادي الأهلي بتسجيل نقطتين 47 الأهلي 27 الشمس. الكرة مع الشمس. زينة أكرم تلعبها لشاذة عبد الحكم. شاذة مقفول عليها ولكن بتحاول تصوب، وكابتن محمود بيحتسب النقطتين، كابتن محمود جمال. تصبح النتيجة 29 الشمس 47 الأهلي. والكرة مع النادي الأهلي. ميرال بتتقطع الكرة وتخرج خارج الملعب، أوت سايد لصالح النادي الأهلي. شوف مين اللي هيطلع الكرة. كابتن وليد عوض في حاجة في الأرض، ما زالت لسه موجودة برضو أو حاجة. تقريبا في حاجة واقعة كده من طبعا العرق والكلام ده داخل الملعب، ده بيزحلق على طول اللاعبات فلازم يتم تجفيفه. وعلى ما يتم تجفيفه افكر حضراتكم كده بتشكيل الفريقين. الاهلي بيمثلوا ميرال اشرف، نادين السلعاوي، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، هنا حتحوت، جودي الجهري، تمارا نادر السيد، حبيبه بيكو، يارا اسامه، جايده خالد. اما الشمس بيمثلوا داليا منصور، فرح حسام، ياسمين علاء، شادو عبد الحكم، ايه مجدي، زينه اكرم، شذا عبد الحكم، نورهان حامد، فرح احمد، يسر طارق، نادين ايهاب، ندى محمد. بيحكم لقاء اليوم كابتن وليد عوض وكابتن محمود جمال، كابتن سما عبد المحسن، وبيراقب المباراه الكابتن محمد الورداني. بيتم فعلا تجفيف اهو الملعب لان في منطقه خطره تحت الحلقه على طول، واي زحلقه هنا بتشكل خطوره لا سمح الله. رضوى تطلع الكرة تلعبها لفريدة. فريدة لنادين، لفريدة تاني، تلعبها لرضوى ناحية اليمين، لميرال، لنادين، بتعدي نادين،
لفريده وتصويبه، ولكن بتنطلق زمن الهجمه، بينجح دفاع الشمس يوقف هجمه الاهلي. هتطلع الكوره شادو عبد الحكم، تلعبها لزينه، زينه لشادو، شادو لزينه، زينه لشادو، وتصويبه في سن الحلقه ترد على طول لفرح اللي تلعبها لشادو، وشادو بتصوب في سن الحلقه تلمها يارا، يارا الرضوى، رضوى بتعدي من ناحيه الشمال تقف على كورتها تلعبها لفريده ناحيه اليمين لنادين، وتصويبه قصيره بتوصل كده يا دوبك في جنب الحلقه، تروح الكوره لتشازا تلعبها لزينه، زينه لشادو، شادو لداليا منصور، لزينه اكرم تاخدها على طول زينه تاني، زينه تعكس الملعب لداليا، وداليا بتصوب ولكن بتنتهي زمن الهجمه، بتوصل الكره لنادين، نادين لرضوى، رضوى الفريده، فريده المرال، مرال لنادين، ونادين تحت الباسكت ليارا ما تنجحش في التسجيل، تلم الكوره شاذة عبد الحكم، شاذة لزينه، هات وخد مع الشادو، لزينه لشادو، شادو لزينه تاني لشادو، تتقطع الكوره تاخدها رضوى وطلع لها نادين، وتاخد الكره نادين وطلع على الباسكت وتسجل نقطتين ترفع النتيجه 49-29. بص حضراتكم على طول رضوى ايه لمحت نادين داخله مخترقه، كملت عدت من شادو ويمكن خبطتها كده على راسها، ولكن الكابتن وليد قال العب، وتصويبه ثلاثيه من داليا منصور ترفع النتيجه ل 32-49. الكره مع نادين تاخدها على طول فريده، تقطع الكره تروح لزينه، وزينه لداليا، وبرضو يا ريت نراجع، ايوه 32-49، شكرا للكنترول، تروح على طول لميرال، وباصه لنادين طويله بتقف على كورتها تلعب، يا سلام يا سلام على الكره الجميله ما بين نادين وما بين ميرال وما بين فريده وائل، باصه ولا احلى، هنشوفها تاني اهو، شوف على طول من لمسه واحده لقيتها فاضيه بتديها الكره لفريده وتطلع تسجل نقطتين، نادين واللمسه السحريه لميرال اشرف وفريده وائل، وتصويبه بنقطتين 34-51، 5 دقائق 35 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثالثة، والكورة مع نادين وتصويبة ثلاثية، ثلاثية نادين 54-34، والكورة مع الشمس، شاذة تلعبها لداليا لشاذة تاني لشادو، وتصويبة في سن الحلقة تروح الكورة لفرح، فرح بتسقط الكرة لشاذة تحت لشادو تحت الباسكت، ولكن تتقطع الكرة تقطعها ميرال، ميرال تلعبها ناحية اليمين لفريدة لميرال تاني، وميرال تحت الباسكت لرضوى جميلة، ولكن كانت داليا بالمرصاد قطعت الكرة وتلعبها على طول لزينة، زينة لشاذة، شاذة ناحية اليمين لشادو لفرح، وتصويبه في سن الحلقه من زينه، تروح الكوره لنادين، ونادين باصه طويله جميله لفريده وائل تحت الباسكت تسجل نقطتين ترفع النتيجه 56-34. زينه اكرم تلعبها ناحيه اليمين لشادو، شادو لزينه لشادو، داليا منصور لزينه، وتصويبه من شاذة في سن الحلقة تلم الكرة ميرال، وميرال بتعدي نص الملعب من ناحية الشمال، وداخلة ميرال تقف على كورتها وتسقطها ليارا تطلعها بره، وتصويبه من رضوى
في سن الحلقة تلم الكرة داليا منصور، داليا تلعبها لزينة، تطول الكرة لشادو لزينة تاني، زينة في نص الملعب لشازا، لداليا لشازا، وتصويبة قصيرة بتخبط كده في سن الحلقة وترد تاني، تروح على طول لميرال، ميرال لنادين، وتصويبة ثلاثية نادين، ثلاثية 59-34، ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن تبارك عبد الرحمن المدير الفني للشمس. بعض الإعداد الجميلة والثلاثية، شوفوا ثلاثية نادين، نشوف كده الاثنين المدربين هيقولوا ايه للاعبات اثناء الوقت المستقبل. انتهى الوقت المستقطع، 3 دقائق 10 ثواني على نهاية أحداث الفترة الثالثة، 59 الأهلي، 34 الشمس. والكرة من أسفل سلة الشمس، هتطلع الكرة آية مجدي. وحوار ما بين الكابتن محمود جمال وعم سيد شيخ الجماهير، ومن اقدم الجماهير اللي موجوده واللي بتتابع لقاءات، شايف يمكن الكابتن مودي قاعد في المكان اللي دايما كنا بنشوف فيه سياده النائب سياده الوزير العامري فاروق، ربنا يتم شفاه على خير يا رب ويرجع تاني ينور الملاعب ويرجع لبيته واهله واصدقائه ومحبيه، كان دايما بيبقى متابع هنا المباريات في نفس المكان، فبنتمنى له يا رب كده الشفاء باذن الله ويرجع ان شاء الله في القريب العاجل. في توقف تاني للملعب، واضح الكابتن محمود بيستعجل ولكن الكابتن وليد بيوقف الملعب، وهو خارج كابتن اكرم بيصطحب كده عم سيد كده بره عشان بيقول له ما تتكلمش مع الحكام. والكوره مع شادو، آية مجدي، شادو، آية مجدي، تطلع بره الكرة لداليا، ليه تتقطع الكرة، وهجمة وداخلة نادين، داخلة نادين وبتسجل نادين، 61-34. الكرة مع شادو، بتعدي شادو تلعبها ناحية الشمال لآية، ترجع لها تاني ناحية اليمين لشازا، ترجع لها تاني تروح على طول لآية، آية تاني تاخد الكرة وتحت الباسكت، باصة لداليا منصور ولكن ما تعرفش تمسك كرتها تخرج خارج الملعب، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. فريده تطلع الكره تلعبها لبيكو، بيكو بتعدي نص الملعب، تعمل لها ستار ميرال، تعكس لنادين لفريده، وفريده تسقط الكره ليارا، ولكن في سن الحلقه تروح الكره لفرح، فرح تلعبها لشادو، شادو بتهدي ملعبها، تلعبها لآية مجدي، لشادو، لآية مجدي تاني، وآية تحت الباسكت لداليا، تطلع الكرة بره لشادو، وفضل ثانيتين على زمن الهجمة، وبتنطلق صفارة زمن الهجمة
ولكن الكابتن وليد بيحتسب النقطتين 61 36. بيكو بيكو تقف على كورتها تلعبها لميرال، وميرال بتوسع نفسها تلعبها بره لنادين، نادين لبيكو، بيكو وتصويبه ثلاثيه ميرال اشرف، ثلاثيه 64 36. ميرال اشرف ثلاثيه ترفع النتيجه ل 64 36 والكره مع شادو. شذا لشادو لشذا تسقط الكره لايه، وايه داخله ورايحه فين؟ خطا شخصي، خطا شخصي داخله على الباسكت بين فريده وهنشوفها تاني كده، هنشوف الثلاثيه الاول. التصويبه بتاعت ميرال اشرف اللي بتسجل الثلاثيه، وبنقول لها سلامات، وبيكو بتقومها اهو. دخلت بين اتنين طوال، فطبعا ايه صعب شويه، ولكن قدرت انها تاخد خطا الشخصي برميتين حرتين. بنقول لها سلامات يا ايه. بتصوب الاولى ما تنجحش في التسجيل، هتصوب الثانيه تنجح تسجيل الرميه الحره الثانيه ترفع النتيجه 37 46. بيكو تلعبها الناحيه الثانيه، بيكو لفريده اللي بتديها الميرال، اللي بتديها ليارا اللي بتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 68 37. شادو شادو في نص الملعب لايه، ايه ليسر تلعبها لشذا وتصويبه بعيده من شادو، تروح الكره لنادين، نادين تلعبها لبيكو لفريده لبيكو تاني الناحيه التانيه، وتصويبه من فريده في سن الحلقه تلم الكره يارا وتطلع تاخد خطا شخصي على يسر طارق، هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرميه الحره الاولى يارا اسامه، تنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى 67 37. هتصوب الرمية الحرة الثانية ما تنجحش في تسجيلها، تلم الكرة على طول شادو، شادو تلعبها لفرح وتلمس كرة ايد بيك وتخرج خارج الملعب اوتسايد. اوتسايد من امام طاولة الحكام، هتلعبها شادو تطير عليها فريدة وتطلع الكرة بره اوتسايد. شادو تلعبها ليسر وتصويبه، وبتنتهي احداث الفترة التالتة بتقدم الاهلي 67 37 ودقيقتين ما بين الفترتين. هنشوف كده مع بعض المدربين هيقولوا ايه للعيبه، ونرجع لحضراتكم مع احداث الفتره الرابعه.
لحظات وهنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الرابعة. كابتن طارق خيري وتعليماته للاعبات الأهلي وتركيز من اللاعبات مع كابتن طارق. أنا هكون مركزة في الخطة واللاعبات بتتابع. كابتن تبارك برضو تعليماته للاعبات الشمس. ونزلت اللاعبات لبدأ أحداث الفترة الرابعة. بفكر حضراتكم بكرة إن شاء الله قناة الأهلي هتذيع لحضراتكم مباراة الأهلي والجزيرة مسك الختام والتتويج. غدا بإذن الله هتكون المباراة بصوت المميز الكابتن أحمد مناع. وكل التوفيق للفريق الأحمر. وما زال الكابتن طارق بيدي خطته واللاعبات بتستعد للنزول. تمارا وبيكو وهنا حتحوت. وجايدة فاضل كده لاعبة فريق الأهلي. هنشوف مين الخامس. وهتطلع الكرة شادو. شادو الشازة وسبعة وستين 37 وتتقطع الكرة. تاخدها جيدة تلعبها لتمارا وداخلة تمارا على الباسكت. داخلة تمارا وتسجل تمارا ترفع نتيجة ل 69 37. شادو شاز عبد الحكم تلعبها لفرح لشادو. شازا آية مجدي وبينجح دفاع الأهلي انه يوقف هجمة الشمس. وخامس اللاعبات موجودة قدامنا دينا عمرو كابتن فريق الأهلي. الكرة مع بيكو. بيكو بتعدي نص الملعب وتصويبة في سن الحلقة. وكرة مع الشمس. شادو شادو طلع عليها هنا حتحوت. بدلت مع جايدة وتصويبة في سن الحلقة من شازا عبد الحكم. تروح الكرة للآلي تمارا. داخلة تمارا تعكس الكرة برة والكرة بتخبط في ايد جايدة. كرة باصة على الارض. شوفوا على طول حضراتكم كده زميلتها من الشمس والاهلي رايحين يطمنوا عليها. وهو ده الروح الطيبة اللي موجودة دايما في ملاعب كرة السلة. ان كل اللاعبات وكل اللاعبين اصدقاء واخوات وبيطمنوا على بعض. جت تمسك الكرة. الكرة ضربت في الارض وضربت في ايديها. يعني يمكن طبعا اللي بيلعب باسكت عارف الالم الكبير اللي بتسببه كرة زي دي. كلنا مجربين. ونقول لها سلامتك يا جايدة. وبيبقى علاجه على طول تلج كده بسرعة وبترجع تكمل تاني ان شاء الله. الف سلام عليك يا جايدة. لو بيطمن عليها اهو كابتن. بيكو لتمارا لدينا لبيكو الناحية التانية. لدينا لبيكو تصويبة في سن الحلقة. تلم الكرة تمارا. لا تمارا تحت الزونة ايه. ومحاولة من هنا وصراع على كرة والاحتكام لسهم الحيازة. سهم الحيازة هنا لصالح النادي الاهلي لان اللي بدأ الفترة نادي الشمس. كابتن تبارك بيسأل اهو مراقب المباراة كابتن محمد الورداني وبيقول له لا انت اللي بادئ الفترة الرابعة فيبقى الحيازة اللي بعديها على طول للأهلي. جودي
روح الكورة لبيكو لتمارة وتصويبه في سن الحلقة، ترد على طول الكورة لجودي تلمها حتحوت، هنا حتحوت تلعبها لتمارة لدينا لبيكو، تصويبه في سن الحلقة، تلم الكرة تاني تمارة وصراع على كرة، وهنا كرة القفز أو الاحتكام لسهم الحيازة لصالح الشمس، يبقى الحيازة الجاية للأهلي. شادو شازا وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة للنادي الأهلي، هنا تلعبها طويلة لدينا، جميلة تسجل نقطتين ترفع النتيجة 71-37. شادو لشازا، آية مجدي وتصويبة ثلاثية من آية مجدي، 40 الشمس 71 الأهلي. بيكو تلعبها لطمارة لبيكو، وتعدي بيكو وتحت الباسكت وتحت الحلقة على طول لجودي الجواري اللي بتلف وتسجل نقطتين ترفع النتيجة 73-40. نادين إيهاب تلعب الآية مجدي، وآية داخلة على الباسكت وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين على جودي الجواري. حضراتكم الارتقاء دينا عمرو تطلع وتسجل نقطتين، كابتن النادي الاهلي هتصوب آية الرمية الحرة الأولى تنجح التسجيل 41-73، وهتصوب الرمية الحرة الثانية بتنجح تسجيلها 42-73. بيكو بتعدي بيكو تعكس الملعب ليه، هنا تلعبها لتمارة وداخلة تمارة وتوسع لنفسها، ولكن مخالفة المشي بالكرة، قفلوا على تمارة وقفت وهي طالعة السلم على طول، مخالفة المشي بالكرة. هتطلع كرة ياسمين تلعبها لزينة، زينة بتعدي نص الملعب لياسمين لفرح تلعبها الآية، آية قافلة عليها تمارة وخطأ الشخصي على تمارة. هتطلع كرة آية تلعبها لزينة، زينة لآية، آية بتعدي بتسقط الكرة جميلة تحت الباسكت، ولكن بتاخدها كده فرح بيتقفل عليها وبينجح دفاع الآلي انه يجمد الهجمة ويخلي الشمس يستهلك زمن الهجمة، مخالفة زمن الهجمة. 73 الآلي 41 الشمس وست دقايق على نهاية احداث المباراة، والكرة مع بيكو تحت الباسكت لجودي وخطأ شخصي لصالح جودي الجوهري هيستوجب رميتين حرتين. بتصوب الرمية الحرة الأولى تنجح في التسجيل، وتصوب الرمية الحرة الثانية ما تنجحش في تسجيلها. 74 الأهلي 41 الشمس. ياسمين بتطلع الكورة تلعبها لزينة، زينة لياسمين، ياسمين بتعدي بتقفل عليها، هنا تعكس الملعب لآية اللي بتصوب في سن الحلقة، تاخد كورتها تاني وداخلة على الباسكت ما تنجحش في التسجيل، تلم الكورة على طول تمارة وداخلة تمارة داخلة تمارة داخلة تمارة، ويا سلام يا تمارة في سن الحلقة، تطلع جودي تروح تاني لتمارة وتصويبة ثلاثية بتنجح تسجيلها، هنا حتحوت ترفع النتيجة ل 77-41. آية مجدي، آية تلعب ناحية الشمال لياسمين،
وياسمين بتلف، وخطأ شخصي على هنا حتحوت. بص حضراتكم الثلاثية بتاعت هنا، وتصويبة وثلاثية ولا أروع. هتصوب ياسمين الرمية الحرة الأولى، تنجحش في التسجيل. هتصوب الرمية الحرة الثانية، تنجح في التسجيل، ترفع نتيجة ل 42 الشمس 77 الأهلي. بيكو لتمارة، تمارة الهنا ودخل هنا، طلع الكرة بره وتصويبة سن الحلقة، تلم كرتها تاني دينا، ودينا لهنا ولكن تتقطع الكرة وتسيطر عليها كده داليا، وتباص الكرة لآية مجدي، آية لنادين، تعكس الكرة الناحية التانية لياسمين، وتصويبة بنقطتين ترفع النتيجة 44 77 نادين إيهاب. بيكو عايزة تعدي بيكو، تلعبها بره، تروح الكرة لدينا، دينا الجودي، وجودي خطة فيا وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 79 44. زينة أكرم تروح الكرة الآية، آية لزينة، زينة عايزة تعدي وداخلة على الباسكت، ما تنجحش في التسجيل، تلمها دينا، ودينا طالع معاها كده قدام بيكو، بتلف بالكرة وتصوب، ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة للشمس، زينة أكرم طول الكرة لنادين، ونادين تطلع الكرة بره الناحية التانية لياسمين علاء اللي بتصوب قصيرة خارج الملعب، أوت سايد لصالح النادي الأهلي. دي الخطافية بتاعت جودي، الكرة مع بيكو، بيكو لهنا، بيكو تاني، سقط الكرة لجودي، وجودي بتصوب ولكن تاخد خطأ الشخصي من الكابتن سامة عبد المحسن، هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى، ما بتنجحش في التسجيل، هتصوب الرمية الحرة الثانية، بتنجح في تسجيلها، ترفع نتيجة ل 80 44. الكرة مع فرح، فرح بتقف على كرتها مستنية حد يظهر لها، بتلعبها باستعجال لياسمين، بتخرج خارج الملعب اوت سايد. تمارا تطلع الكوره لبيكو، بيكو لزينه، عفوا بيكو لدينا، وتصويبه من هنا بتخبط في سن الحلقه، وصراع على الكوره، وهنشوف في احتكام لسهم الحيازه المرة دي لصالح النادي الأهلي، لأن الحيازة اللي فاتت خدها الشمس. كابتن وليد أهو بيأكد كلامي، يبقى الحيازة اللي جاية للشمس، بنحفظ كده كلنا مع بعض. الكرة مع تمارا، لدينا لتمارا، تمارا لهنا، وهنا لدينا، وتصويبة في سن الحلقة من جوه تروح لجودي، وتخبط في قدم فرح حسام، وتبقى اوت سايد لصالح النادي الاهلي. دينا تطلع الكوره لبيكو لدينا، وتصويبه ثلاثيه، ثلاثيه دينا عمرو، ايوه كده يا دينا، 83 44. الثلاثيات الجميله دي بتصحصح كل اللي بيتفرج على المباراه، وبترد عليها بتصويبه بعيدة المدى آية مجدي، ولكن ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة للأهلي، لجودي، جودي لهنا، وهنا لدينا، وتصويبة من دينا، ما تنجحش في التسجيل ولكن
ترد الكرة على طول جودي، تيجي تمسكها تمارا، تروح لفرح حسام، وفرح بتعدي طلع الكرة بره لشادو، شادو لنادين، وتصويبه في سن الحلقة، تروح الكرة للأهلي، بيكو دينا، وبيكتفي اللاعبات كده بالثواني المتبقية في المباراة اللي انتهت بفوز النادي الأهلي 83-44 الشمس. مشاهدينا الأعزاء، إلى أن نلتقي لكم، تحياتي، كان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل أبو العزم.